نبدأ من العراق، حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن قتل قائدين عسكريين كبيرين في الجيش العراقي قرب رمادي. وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن مساعد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن عبد الرحمن أبو رغيف وقائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي سفين عبد المجيد قتلا مع عدد من الجنود بانفجار سيارة ملغومة كان يقودها انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية استهدفت موكبهما العسكري. وكان الضابطان الكبيران في جولة تفقدية لوحدة الجيش قرب مدينة الرمادي.